حمد قاعد يسوي تسخين ها؟ تسخين. شكلها تمارين صباح؟ ما أدري. طول صباح. يسار راح استعد. بعد نلف. تلف ها؟ ما راح تلف لا وبعدين يقولوا لنا أنت وأحسن صف بين مدارس الكويت. ودائما نحفوز مركز. أيوة دائما نحن. أنا أتحداكم كلكم يا المستمعين. إحنا كنا نفوز مدرستنا كل سنة. ما ذاك مرة طابور الصباح طابور الصباح في رانكينج حق طابور الصباح اي ودائما احنا نفوز مركز الاول طبعا هذا الشيء يقولون حق كل المدارس عشان ما طبعا يعني احنا بالنسبه لنا احنا ما عرفنا المعلومه ان كل مدارس كانوا يفوزون مركز اول الا طبعا واحنا بالجامعه لما نسولف مع الثانيين من اي مدرسه والمدرسه الفلانيه ترى احنا بعد طلعنا المركز الاول اذا احنا نفس المحافظه شلون المركز الاول ها طقت اللي كل يوم عندكم عيد ميلاد ها ايوه ايوه كل يوم عيد ميلاد شنو كل يوم عيد ميلاد هاي جديدة علينا كل يوم عيد ميلاد يعني عشان ما تزعل والله عشان ليهال ليهال كل يوم اليوم عيد ميلادك يلا نجيب لك كيكة زعل يوم عيد ميلادك نجيب لك كيكة هذا بالضبط شيء قاعد يسكتونكم يتحكمون ب المهم مايند كنترول أخيرا رجعنا لكم بعد انقطاع عن طويل الأسبوع طاف خذنا إجازة كيفنا شيء ما أدري لا والله كان في ظروف بس محمد بس حمد خذها إجازة لعبنا فاينل فانتسي 15 يعني وكان في شغلات وايد حلوه لعبت شقفه من اللعبه والله طويل الديمو الله جراند زيروز لا جراند زيروز قصير جراند زيروز دفعت له بروحه $20 اي جراند زيروز هذه مع انت دفعت لا انت دفعت $60 حق الديمو مال 15 لعبت تايب زيرو ولا الحين $60 لا كنت بلعب تايب زيرو عشان اللعبة صار بس معاها ديمو 5 ما ادري جراند زيروز لعبتها 8 ساعات انا فحللت الفلوس يعني هذا راح تعطيك مده زينه يعني هم فيها 4 ساعات 5 ساعات زين خوش لعبه من غير سبويلرز بس صدمتني بعد ايش سوينا ايش سويت انت قطع البروستي مساء ما شاء الله صراحه في تعبير لا بروستي عجيبه يعني لازم نرجع من فتره ثانيه نسترجع الذكريات ان شاء الله وخلصت سنسيت اوفر درايف اوه زين فاشل مثل ما قلت يعني من احلى العاب الاكس بوكس اكس بوكس رحنا مزرعه احسن خير اللعبه قبل ما يلعب ريمان ليجندز لا وين قبل يومين شفته داش يلعب ريمان لا بس امس شفته يلعب لعبه ثانيه اكيد بالغلط طق عليها بس شيء قاعد تشتغل ولا لا ما امس اليوم واق ليجسي اوه صدق حسين فضحنا والله يخلي بي اس ان والله الفلاش سيل اللي توه خبط 7 العاب وانا مغمض جيب ميجا مان اكس 4 اكس 5 وخليت المورتال كومبات تريلوجي مع ان عندي اياه على الاكس بوكس انزين انزين وخذيت وايلد ارمز 1 و 2 ما راح العبهم انزين وخذيت وايلد ارمز اعطوني اياها ببلاش هم ما لعبته انا خذيتهم ما راح العبهم انا ما اخذهم عشان ما العبهم انزين عشان قديل بس اي بس عشان قديل لا انا خذيت اللي بلعبهم صدق كاتاماري داماسي اي خذيت باكمان هذه وخذيت باكمان تشامبيونشيب اه باكمان قويه صراحه انا صدق اقول لك الحين العيال عندي بيلعبون بالدور يلعبون يحطون على البيجنر اساس يكون بطيء يديهم يعني باكمان انا اذكر حمد كان يلعبها بدونيه باكمان قويه تشامبيونشيب اديشن هذه اكس وايد حلو هم عاد معجل على أول مرحلة يعني وصارت أخبار نارية بفترة اللي طافة نتندو كوجيرا الآن تلفونات إحنا نسوي تيز حق الأسبوع الجاي وهالأسبوع وكوجيما طالع من كونام هي أخيرا تحرر من السجن على حين ما ندري أخيرا تحرر من سجن مثل جير من كان يعطي فلوس عشان يسوي ألعاب لا هل طلع بيراته هل طلع بيراته ولا طلعه ما ادري بس اتوقع هو قدم استقالته اتوقع ما كان قالوا كونامي ما قالوا ما راح يقولون لك بلا الحين ما راح يقولون لك اسهمهم طاحت انافوني طلع يعني طلع قال هو طلع اي انافوني ما كابكم يعني طلع قال انه قدم استقالته انا اتوقع كوجي من شيء عقده ينتهي اخر شهر 12 السنه انزين فهو حاليا احنا مع كونامي ولكن منصبه كاكزيكتيف كواحد من الممبرز اوف ذا شير بطيخ ما يسمونه هذا يعني الاداريه منصب الاداري الحين خلاص ما ماسك منصب اداري حطوا له بارتيشن الحين مو لهالدرجه بس انه شنو على فكره سايلنت هيلز العقد الظاهر ما له علاقه بكوجيما لان الموقعين ويا جليرمو دل تورو بس
اللي هو المخرج السينمائي. فما يندرى. انا صراحه يعني اذا طلوع من الشركه معناته انه راح اشوف العاب جديده من كوجيما غير متل جير صراحه. يعني صراحه اذا بيصير, يعني. بيصير يعني سنافني بيروح لكيك ستارتر ولعبه غالبا بيطلع فلوس في, لا في احتمال في احتمال ولعبه نتندو يعني شو اسمه مايتي نمبر 5 مش اسمه مايتي نمبر 9 شوف شوف انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك ما طول هالكثر يعني انا اقول لك ايش راح يصير زين انا اقول لك السيناريو اللي ببالي في ثلاثه اشتغلوا مع كوجيما نو لونجر مع كونامي زين كوجيما الحين طلع اللي ناطرينه برا عندك واحد اللي سوى لعبه ريبوبليك اللي هو كان واحد من الليد سينما ارتست اللي يسوي اللي يشتغل على الكاتسينز مالت مثل جير 4 زين وعندك ديفيد هيتر زين الحين قاعد فويس اكتر هذا فويس اكتر بس الحين هو صار رايتر قام يكتب حوارات قام يخرج افلام زين ويوجي شينكاوا ما قالوا شنو وضعه يوجي مو الارتست الارتست مال مثل جير ما قالوا شنو وضعه زين فهل بيطلع مع كوجيما ولا لا الله اعلم هذا مع كوجيما ما اتوقع يعني بيج شانس ان شينكاوا وياه اذا فعلا هالثلاثه هذيله يتجمعون يسوون لك شيء بروجكت سواء كان كيك ستارتر ولا سواء سو استوديو جديد او واتيفر ما ادري بس الوضع الحالي كوجيما كونتراكتر اي شيء يسوونه بالنسبه حق متل جير على كلامهم بالتصريح الرسمي مال البي ار مالهم انه راح يكون كوجيما طبعا راح يخلص شغله مع متل جير 5 زائد سبورت بعد ما ينزل المشروع فوق هذا اي مشروع متل جير جديد وهم كونفيرم سو كونفيرم حق مشاريع متل جير جديده انزين راح يكون كوجيما يعني مثل ما تقول توقع يبونك كونتراكتر فما اعتقد ان ماني 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 از اول يو نيد وترى انا اشوفه الحين بالنسبه له اذا هو مو ما له علاقه بكونامي هو الابر هاند على قولتهم هو يقدر هو يقدر يحط التيرمز يعني اول كونامي لازم هم يحددون هو شنو لازم يسوي كوجيما ايش بنتكلم عنها اليوم اليوم اوه اليوم عن الفي ار يعني ما هو الفي ار عرف الفيرتشوال رياليتي يعني شنو تعرف عشان سؤال صعب عشان بالعربي حسين احس بالعربي صعب انك تشرح بكلمتين ترجمه درجه الواقع الافتراضي نعم احسنت الواقع الافتراضي الصج المصج الصج المصج شلون الصج المصج ما ادري انا اخرتنا نحط كبوس على راسنا ما شنو برميل برميل شنو باخذ ايش كبرها خذها صار برميل انت ما شفت البروتوتايبز القدام ما كان في ولا بروتوتايب قديم كان برميل يعني على الراس الحالة الوحيدة اللي شفت برميل الحالة الوحيدة اللي شفت برميل على الراس بسكايرم غير كذا ما شفت برميل على الراس يعني شفتوا هذا اللي مسوي غرفة من أول ناس اللي فكروا بشي اسمه في آر غرفة؟ شو علاقة الغرفة بالفي آر؟ قبل أول ما عقب ما قريت الأرتكل اللي بالخمسينات كان في واحد كان عنده فكره انه شلون بيعيش الناس بواقع افتراضي قبل يكون في شيء اسمه شاشات وشاشه ملونه كان يحط مثل الغرفه فيها بروجكترز يخليك تتخيل ان اخ في نهر هني والطرفه الثانيه فيها جبل وشلون النهر مع جبل وحركات وانت بدار يعني كان 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 الكونسبت ماله ما قريته يعني والله برشيفي من زمان يعني كان فيرتشوال رياليتي من الخمسينات على اساس طلعت يعني ودهم يسوون كذا بس الفي ار اللي كان على ايامها يعني كهاردوير قابليتهم حق انه يسوونه يعني كان جدا تو الناس وتدري بعد محاولات نينتندو وغيره يعني تصدق حتى بالتسعينات كان في محاولات ترى وايد تشبه الاوكلس رفت بس مو بالطريقه اللي احنا قاعد نشوفها الحين لا بس اقصد ان الفكره كانت من زمان اي موجود من زمان اي بس ما كان عندهم الادوات اللي يسوونها احنا اخيرا بعد التلفونات يعني التقنيات بالهاردوير اللي قاعد يستخدمونها بالتليفونات لاحظوا انه يقدرون ايه كرتون تحت كرتون تصفط تشيبسه وتحط التليفون داخله صار عندك ليش التليفون يعتبر الهاردوير مال التليفون صالح يعطيك نتيجه زينه يعني بلشت الحين تعطيك النتيجه المقبوله صالح ولا محمد اذا تبي تستخدمها اوكي كفي ار كفي ار بشيء المهم احنا المفروض انه يكون معنا ضيف هالحلقه بس لحين ما وصل ناطرينه ان شاء الله يعني بس يوصل راح نبلش تسجيل وان شاء الله تكون حلقه حلوه نقاش حلو نعرف الناس على الفي ار اللي ما يدري شو الفي ار صعب الحين اتوقع الايام راح نبلش فيه ان شاء الله السنه ان شاء الله راح نبلشون ستيم نهايه السنه نهايه السنه اللي ويا اتش تي سي طلع ترى العقد مع ستيم حق الفي ار ترى مو بس شو اسمه
مو بس اتش تي سي. اتش تي سي بس اول شركه تنزل. اول شركه راح تنزل في ار هيدسيت اللي فيه اللي فيه ايوه يعني اي شركه تقدر تسوي المفروض راح يكون ستاندرد بس من ستيم نفسهم، ولكن اي احد يقدر يصنع الهاردوير. يعني ستيم راح يكونون اول ناس اتش تي سي راح يكون اول ناس راح ينزلون الهاردوير مال السبيسيفيكيشن مال ستيم او فالف يعني. بعدين راح تشوف السنه الجايه اتوقع شركات ثانيه تدخل بالمجال هذا. بلاي ستيشن المصيبه الكل راح يسوي له ستاندرد بروحه، يعني مثلا سوني عندهم المورفيوس بس يقولون لا تولز خاصه فيه، يحاولون يشتغلون انه يصير موحد يعني. ما ادري والله يا ريت، لان هذا راح تصير مشكله. يعني اوكيلوس لازم تبرمج اللعبه حق اوكيلوس، بعدين تبرمجها حق مورفيوس، بعدين تبرمجها حق فايف، بعدين تبرمجها حق يعني هذا الجير في ار، بعدين تبرمج يعني ما ادري شلون راح يصير. وايد في خرابيط تولز، انا اتوقع هذا راح يخرب عليهم. بس هذا تالي اذا صار في كلر اب اللي يعني راح يضطرون يسوي لك مشروع. هذا هو تكنولوجيا جديده ما تدري. هو حاليا راح يصير الشركات كل شركه راح تستثمر طبعا على حسب جدواها الاقتصاديه مثلا حق اللعبه ولا المشروع مع كل جهاز. ففي شركات راح تستثمر وايد مع اوكيولس، في شركات وايد راح تستثمر مع انا اقول لك شو الحل. تبي تخلي الفيرتشوال رياليتي بوبولار؟ بس قاعد اقول لك انا ما اتوقع. تبي تخلي الفيرتشوال رياليتي بوبولار؟ خلي اللي ببالك مو اللي ببالك. زين تجيب كوجيما النكست بروجكت ماله اوكيلس ريفت اكسكلوسيف ولا في ار، تكون لعبه في ار والكل راح يشتري. ناس هراده صور كلاب اكسكلوسيف. الكل راح يسوي الكل راح يشتري لعبه كوجيما لانها الحين يقدر يحط اي جيم باي هيديو كوجيما مره ثانيه، بتكون في ار جيم وتلعبها في ار. مو شرط تكون مثل جير، تكون شيء ثاني. انا اقول لك فاير فلاي 3 وبورتال 3. فاير فلاي 3 بورتال 3 صعبه. اشياء صعبه. هاف لايف 3 صعب. اتحداك هاف لايف 3 صعب. اتحداكم بورتال ممكن، هاف لايف 3 ما اعرف. بورتال 3 بالعكس يسوقونه مع شيء قوي، ترى هاف لايف 3 وايد اقوى من بورتال. تيش مشكله فيرست بيرسن شوترز على الفي ار هيدسيت؟ حركه صعبه، موشن سيكنس، مو الكل يقدر يتحمل. اللي جربوها في موشن سيكنس قال ما حاشنا شيء. ما هذا هو، بس مشكله ان في ناس ما يقدرون حتى على الفيرست بيرسن اللي من غير في ار. عندك اصلا يعني تقدر تقول نوعا ما بورتل وهاف لايف ترى مو الالعاب اللي سريعه وايد وحركتها وايد. هاف لايف مبلل الى حد ما، مبلل يعني مو كول اوف ديوتي. لا مو كول اوف ديوتي، مو كول اوف ديوتي بس هم تكلم. لا المهم تناقش في الحلقه، بس يعني نقاش حلو ان شاء الله. بلاش يلا يلا ما يلا خلينا شوفكم الحلقه. يلا جنا حمسنا الشباب وايد، سخنت وايد. انا تحمس لا تتعبون والله، انا حلقه ما كم ساعه. الله يعين ساعه كم. يلا ان شاء الله شام. يلا بلش تسجيل. ولا ايه صدق ما تبغى ضحك صح نسيت. يلا شوفوا شو مستريمان ما قلنا منه. خليك تشوفهم بالحلقه على شيء بالمقاله خلاص يعني.